اليوم كاين المناقشه ديال مشروع قانون الماليه ديال سنه 2025. هذا تمرين عادي كل سنه كيكون، ولكن كل سنه كيتحط المشروع ديال القانون الماليه، يعني الميزانيه العامه ديال الدوله وكيفاش غادي يتم التوزيع ديالها على كل القطاعات والمؤسسات وغيرها والمناصب ديال الشغل اللي غادي تخلق، والتوجهات الكبرى اللي غادي تاخذها يعني الحكومه في هذه السنه الماليه. اولا المساله اللي خصها تاخذها بعين الاعتبار هي المتغيرات اللي كاينه في العالم واللي كتاثر علينا بطبيعه الحال، الحروب اللي كاينه على راس الحرب ديال الاباده ديال الشعب الفلسطيني والتداعيات ديالو اللي جعلت بانه هذا العالم متغطرس تقريبا، ولا واحد العالم اللي هو يكيل بمكيالين دائما ولا يحترم القانون الدولي ولا حتى القيم والمبادئ اللي هو حطها، يعني انه كيشوف الاخوان الفلسطينيين بحال اللي هما ماشي اناس يستحقون حتى هما انهم يوصلوا الحقوق ديالهم. واليوم هذه الحرب الاباده وهذا الشيء اللي وقع مؤثر على المغرب كذلك بواحد الشكل كبير. ملي كنجيو نشوفوا الميزانيه تاع هي، هذه الميزانيه اولا خصها تاخذ بعين الاعتبار الاوضاع الداخليه. الاوضاع الداخليه كيف بينات المندوبيه الساميه للتخطيط، كاين اتساع ديال الدائره ديال الفقر والفوارق متسعه، البطاله وصلت 13.7%، 4000 ديال الناس مشاو للفنيدق باش يهاجروا، اذا الافاق مسدوده امام الشباب. كنشوفوا بانه يعني جات كذلك تضافت هذا الوضع المتازم الكوارث الطبيعيه اللي هي مرتبطه بالانتاجيه المفرطه في العالم والتخريب ديال البيئه من قبل الانسان ايضا، واللي عطاتنا هذا الشيء ديال الزلازل اللي هو واحد الوضع اللي هو طبيعي، يقدر يوقع الزلزال في اي وقت وما كيخبرش، الا انه في الجهه ديال الحوز والمناطق المحيطه عطانا تدمر كبير وبنيات تحتيه هذا وفيات ديال الناس اللي مشات. الدوله كانت العام اللي فات قالت غادي نوفر 120 مليار على دفعات لهذا الشيء ديال الزلزال اللي كان وقع في 5 شتنبر 2023، دابا داز عام وكثر ومازال الناس ساكنين في الخيام ومازال ما تمش اعاده البناء ديال المدارس ديال الدور ومازال ما تمش فك العزله بالطرقات والقناطر اللازمه ذاك الجهه. الدوله تسلفت فلوس كثيره ولكن هذا المشروع مازال ما جا. ايضا الفيضانات ديال الجهه ديال طاطا والجهه ديال زاكورا وهذا الناس توفات، ايضا دمرت القناطر، دمرت الطرق، دمرت البيوت فوق رؤوس الناس، ورغم ذلك مازال ما كاينش التفاته. حنا كننتظروا انها الدوله دير واحد الغلاف بالفعل، كيقولوا كاين 2.5 مليار ديال الدرهم اللي خاصها تمشي للجهات المنكوبه واللي عانت من هذه الفيضانات وتخربات البيوت ديالها والطرقان وهذا مزيان هذا الشيء، ولكن خصو يتم الانفاق ديال هذا الغلاف المالي ديال 2.5 مليار بشفافيه تامه، خصوصا واننا كنعرفوا لقينا فساد كبير في المرشحين في المجالس المحليه والجهات، وكنخافوا ان هذه الاموال ما تمشيش في الطريق اللي غادي يسمح بفك العزله. اذا كاين كذلك مشاكل، كتشوفوا المراه المغربيه الاوضاع ديال المراه المغربيه وانه النساء الناشطات كانت الحكومه قالت غادي نقلوهم من 20% ل30%، فاذا بنا كان نهبطوا ل 19%، ثم انه الحكومه قالت غادي نخلق 1 مليون منصب شغل، مازال بالعكس ضاعوا لنا مناصب شغل. الحكومه قالت غادي نشجع المقاولات الصغرى والمتوسطه، عشرات ومئات ديال المقاولات الصغرى والمتوسطه حتى تسالوا تحت الباب، يعني دفعات الى الافلاس. علاش؟ لان بقى عندنا الريع، بقى الاحتكار، ما كاينش ربط المسؤوليه بالمساءله، هذه كلها اوضاع داخليه. التعليم والصحه، التعليم الحكومات السابقه وهذه الحكومات تشجع التعليم بسرعات مختلفه، وهرسوا الاختلاط المجتمعي، ما بقاتش ديك المدرسه العموميه المجانيه الجيده الموحده باش يقراوا فيها وليدات الناس باش نوجدوا الكفاءات. المغرب اليوم راه كيجي في واحد الترتيب اللي هو يعني متاخر جدا، لا في التعليم بكل اسلاكه ولا كذلك في البحث العلمي، فضلا على انه التعليم الا بغيتي يكون عندك تعليم جيد خاصك دير الاولي جيد. هذا التعليم الاولي خلاوه الجمعيات كتكرفس على المربين، كتخلصهم على 6 شهور وكل عام تجدد لهم يعني التعاقد، ما عندهم لا اقدميه ما عندهم حتى شي حاجه، وهذا الشيء راه ما غاديش يزيد بالمدرسه العموميه للامام. حتى مدارس الرياده اللي قالوا غيديروها ما خداماش، اذا خاص اصلاح شامل وشمولي للتعليم، وخاص تكريم الاستاذ اللي قالك بغاو يعاودوا ليه التربيه وكيدوزوه قدام اللجان التاديبيه، هذا الشيء راه ماشي معقول، خاص التكوين المستمر ديال الاستاذ واحترام الاستاذ ورفعوا من الاجور. الصحه،
الصحة فككوها، داروا 12 مجموعة ترابية صحية عوض أنهم ينهضوا بالصحة العمومية. اليوم خاصنا 100,000 طبيب وممرض، يلاه كاين 5500 منصب اللي خلقوها في الجامعة. واحد العدد ديال الأساتذة باحثين كبار معروفين ومعترف بهم دوليا غادي يمشيوا للتقاعد، ملي كيمشي 20 واحد كيخلفوا جوج مناصب مالية. واش هاد الناس باغين الجامعة تبقى، باغين المدرسة تبقى، باغين الصحة تطور؟ ثم يعني حتى داك الشيء اللي زادوا كمالية زادوها في الصحة ولا التعليم لا تصل إلى المبتغى. ثم السياسة الفلاحية، هاد الناس داروا المشروع الأخضر شحال هادي، هاد الشيء استنزف الماء وشجع الفلاحة التصديرية، صدقنا كنصدروا الماء، في حين أن الفلاحة الصغار اللي كيمثلوا 85% ما كاينش اللي يتعاون معاهم. عندنا القطيع ديالنا ديال الغنم ديال البقر ديال الماعز، عندنا هادشي كله غادي ما يبقاش. علاش؟ لأنه لو كيجلبوا الأبقار من الأرجنتين وكيجيبوا اللحم كونجلي وكيجيبوا، شكون اللي كيستافد؟ كتلقى المسؤول الإقليمي ديال الحزب الفلاني وكذا. هادشي ماشي معقول، حنا بغينا ننميو القطيع ديالنا عاوتاني، يجي العيد كبير لقينا موجودين 6 مليون ترؤوس الأغنام وكذا كذا، ونخليو السردي ونخليو داكشي يبقى عندنا حنايا هنايا، ونشجعوا يعني الفلاحة التحويلية. واللي بغى يدير جوج بقيرات ويدير فرماج نعاونوه، اللي بغى يدير شي فلاحة معيشية ولا ينتج شي حاجة نعاونوه، اللي بغى يعصر زيت أرقان نعاونوه، اللي بغى يدير زيت العود نعاونوه، نعاونوا الفلاحة باش يبقاو في البادية، ولكن نسمحوا لهم باش يطوروا هذيك الفلاحة المعيشية والتحويلية. اللي بغى يدير الكونفيتور، اللي بغى يخرج شي حاجة، هادشي كله خصنا المواكبة والدعم المادي والدعم بالمشروع باش يمكن لنا اننا نهضوا الفلاحه. فيما يخص الصناعه، الصناعه الا ما عندكش امن طاقي ما تدوش كاع على الصناعه وما تدوش من حدها، غادي تبقى نتايا يجيو الناس يصنعوا عندك هنايا ويديو في ظل وراس المال، وهما اللي مستافدين لانه كيقلبوا على يد عامله رخيصه وتعطيهم المناطق الصناعيه تقريبا بثمن بخس وما يخلصوش الضرائب يخلصوها في بلادهم. هذا الشيء ماشي هو اللي غادي يعتقنا، حنا خاصنا صناعه مغربيه اللي خصنا حنايا نطوروها. باش نطوروا صناعه مغربيه، الالف والمدخل هو يكون عندك امن طاقي. حنا كانت عندنا الاسامير، هاد الناس خوصوها وباعوها وحروا الاسعار، ولينا جهه وحده كتستافد، ولا الطاقه عندنا غاليه. اذا كانت الطاقه غاليه ما يمكنلكش تخدم، ما يمكنلكش تجتهد. ولهذا حنا كنقولوا خصنا نحلوا المصفات ديال الاسامير، خصنا اننا نجتهدوا باش تكون عندنا الطاقه الاحفوريه يعني الغاز والبترول توصلنا رخيصه، وكذلك نديروا الانتقال الطاقي فيما يخص الطاقه المتجدده من الهيدروجين الاخضر وزيد وزيد باش يمكن لنا. اما الطاقه الشمسيه راه حنا خاسرين فيها بزاف، خصنا نمشي نشوفوا كطيح غاليه بزاف، وحنا اليوم باغين فككنا يعني لو ان او ديال المكتب ديال الماء وديال الكهرباء، ودرنا الشركات الجهويه متعدده التخصصات باش نبيعوا الماء باش نبيعوا الضوء ويدخلوا الخواص في هذا المجال هذا. ثم الميثاق ديال الاستثمار اللي داروه راه غادي يسمح بتفويت الاراضي الفلاحيه المستثمرين الاجانب حتى لا بغاو يديروا فيها انشطه غير فلاحيه، وهذا الشيء راه فيه خطا لان كيبيعوها اليوم غدا راه غير المغرب غيولي ديال شي ناس اخرين ما غيبقاش ديال المغرب. ولهذا انا كنقول في المجال ايضا ديال الصحه والورش الكبير ديال الدوله الاجتماعيه والحمايه الاجتماعيه، هذا ورش ربما العنوان ديالو جميل ولكن الدخل ديالو فيه ظلم وحيف، لان ما يمكنش تقول المغاربه غادي يعيشوا ب 500 درهم ديال الدعم. ما تقولش لي انه الناس كانوا في الرميد 11 مليون يلاه كبيتي 9 مليون و400 الف في لامو والاخرين كلهم تقصاو. الناس كياخذوا الدعم ديال 500 درهم شهرين ثلاث شهور كيحيدوا اليوم. واحد صيفط لخته عندها سرطان 500 درهم قال لها انت المؤشر طلع ما كاينش، واحد عنده التلفزيون المؤشر طلع ما كاينش، اذا كاين فيه ظلم وحيف. هذا الدعم المباشر داروه باش يسكتوا شويه الناس. ولهذا اليوم باش ننهيو يعني هذه النقاط الاساسيه، كيبقى ايضا قضيه كبيره ديال الصحراء المغربيه، واللي اليوم مع الزياره ديال الرئيس ماكرون يعني قال بانه مستعد يساعد المغرب في الحل في اطار السياده ديال البلاد. مزيان هادشي لان فرنسا هي كانت مستعمره، انا وعارفه باننا اصحاب حق، ولكن فرنسا جات اليوم وقعت العدد ديال الاتفاقيات التجاريه وما عارفين علاش كيوقعوا. حنا بغينا الحكومه تخبرنا علاش وقعت هاد التوقيعات اللي وقعوا، وشنا هي يعني الافاده المنتظره بالنسبه للمغرب، واش غادي ينقلوا لنا هاد الناس التكنولوجيا، واش غادي يطلع الناتج الداخلي الخام ديالنا، واش غادي نستافدوا حنايا كيف فرنسا. ثم يعني فيما يخص البلاد ديالنا، انا كنظن بانه لا بغينا التنميه خصنا بالتنميه ديال البشر،
وخصنا نهضوا بجهات الوطن كاملة المهمشة، وأننا نديروا مصالحة مع الجهات المهمشة، وقال الأوان نطبقوا التوصيات ديال هيئة الإنصاف والمصالحة، ونهيو مع الظاهرة ديال الاعتقال والتضييق على الناس وعلى الصحفيين وعلى المدونين، باش يمكن لنا نخلقوا واحد المناخ اللي هو غادي يكون فيه الثقة، وكل شيء ينوض يخدم، وكل شيء ينوض يدافع على البلاد ضد الإكراهات الداخلية والنهب والافتراس، وضد الإكراهات الخارجية. وشكرا.